مشان يصير في تسويق لهذا المنتج. الفكرة الثانية إنه نجمع الشباب من العيلة متعطلين عن العمل ويصيروا يشتغلوا في هذا المشروع. أول البداية كثير مستهجنة ومستهزاء بطريقة يعني مبالغ فيها. خلينا نحكي بعد ما يجربوا الصابونة الموضوع بيختلف. الموضوع بيصير إنه فعليا جهودكم مباركة, إنجاز اللي عملتوه إلى الأمام, واستمروا بالعكس بنشجعكم. كل المكونات بالنسبة للمنتجات تبعتنا طبيعية 100% من ناحية الزيوت الطبيعية اللي نشتريها من داخل البلد. من هنا صابونتنا بتتكون من زيت زيتون, زيت اللوز, زيت جوز الهند, حليب الأتان, يعني ما في مواد اللي هي كيميكالز اللي ممكن تأثر بشكل أو بآخر على البشرة. خلال سنة أنا معظم الوقت بقول لك بصراحة يعني صرت أتجرأ إني أطلع بوجهي طبيعي يعني بدون أي شيء, أي